الشخص الجميل دائما وابدا الصوت الهادئ المريح للقلب اللي يشرح الصدر وجهه ومبسمه وضحكته واللي دشن شيلة الروشن سيوفي. سيف السيوفي حياك الله. سام نبي محمد ايش اسوي لك بعد يعني كيفي انا حياك الله سيف الله يبقيك امورك زينه الحمد لله اسمع كذا مقطوعه من شيلة الروشن والله ماني بحافظها ما انت بحافظها لا والله اني سجلتها تعرف احنا نفكر اي شيء بسرعه اي شيء لنا اخر اسبوعين وبراي واسكت لا لا اي شيء اي شيء ابي اسمع اي شيء مقطوع كذا صغيره مقطع يقول يا حبيب ما يجي وينه عن قطع في مواصله له ما يرحم محبينا والغلاء ما فيها بد حيله ارجع ارجع والفرح له يوم تاتي لمراسيله زين طار الحب يا زينه يا يجي لي يا ناجيله اهنيك على الصوت الجميل بسم الله ما شاء الله الله يطول عمرك سؤالك على الشاشه يقول يا سيف السؤال يقول في اي يوم بزنسي غادر عايض المحترف ونصب عليه بالخير في اليوم الاربع وعشرين أو في اليوم الخمسة وعشرين في أي يوم بزنسي غادر عايض المحترف في اليوم الأربع وعشرين أو الخمسة وعشرين خمسة وعشرين أثبت ثبت خمسة وعشرين ليش قلت خمسة وعشرين لأن الأربعة مكسورة خلها خمسة الأربعة مكسورة لا الأربعة ما هي مكسورة الأربعة عدد زوجي إيه ما قلت الثاني المكسور ال 25 يعني انه فردي 25 25 غادر عايض المحترف وهو احد نجوم برنامج البزنس في هذه النسخه قدم خلال 25 يوم او 24 يوم او 25 يوم او 24 يوم او 25 يوم الاجابه صح مبروك الله يبارك فيك طول عمرك معك 400 نقطه وهي بحوزتك او تفتح احد الاظرف والله الوضع فيه ابراهيم طال عمرك نمسك ال 400 تمسك ال 400 الف مبروك يا سيف 400 نقطه الف مبروك يا سيف 400 نقطه يلا عاد يلا